مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه في انطلاقه شوطنا الثامن تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا الثامن والخاص هنا للثنايا القعدان اذا من هجنا اصحاب السمو الشيوخ بهذه الانطلاقات والتحديات المسائيه التي نتابعها من ارضيه هذا الميدان بهذا الاندفاع والتحدي المسائي نسير معكم الى صداره هذا الشوط ونلحق بركب المقدمه وهملول على الصداره وعلى المركز الاول من هجن الرئاسه بقياده علي بن ميل لوهيبي بينما المركز الثاني المركز الثاني والمنطلق هناك مجد لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان بقياده يمعه بن عتيج الرميثي وعلى المركز الثالث المركز الثالث والمنطلق في هذه اللحظات هنا ياتي شاهين من هجن سيح السلام بقيادة المضمر ونمبارك بن عيسى لمطيوعي من ينطلق بدوره إلى المركز الأول. أما المركز الرابع فيأتي شاهين على المركز الرابع من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وعلى المركز الخامس المركز الخامس يأتي سراب من هجن يسيح السلام هنا على المركز هذه اللحظات الخامس بقيادة حمد بن علي العويسي من يتابعه هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل بينما سادس مراكزنا يأتي شاهين هنا منطلقا على سادس المراكز لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي وثامنا وتاسعا كذلك شاهين وشاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي بهذا الانطلاق وتحدي تاسع مراكزنا يأتينا شاهين من هجن سيح السلم أو من هجن ند الشبه هذا القادم مع سالم بن سعيد يأتينا سلهود على المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهج بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع من يتابعه هذه الانطلاقة هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم في أول ندى لمراكزنا العشرة الأولى نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى التغييرات التي تطر وتجر شاهي هملول هملول على الصدارة على المقدمة على المركز الأول هنا من هجن الرئاسة بقيادة علي بن مي اللهيبي المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني المركز الثاني يأتينا مجد لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة يمعة بن عتيج الرميثي وشاهين على المركز الثالث المندفع هنا من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وعلى المركز الرابع المركز الرابع يأتينا شاهين على المركز الرابع من هجن سيح السلم بقيادة مبارك بن عيسى المطيوعي من يتابع أبو محمد بهذه الانطلاقة خامس مراكزنا يأتينا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي المنطلق للحظات على المركز الخامس وعلى المركز السادس المركز السادس يأتينا بهذا الانطلاق والتحدي هنا شاهين أيضا هجن العاصفة مع غياث الهلالي وعلى المركز السابع يأتي سراب من هجن سيح السلم على المركز السابع بقيادة الشاعر حمد بن علي العويسي مضمرا خمس نجوم يتابعنا هنا بهذه الانطلاقة ثامن مراكزنا يأتي الحذر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز آل سعود هو مايد بن محمد بن حلفان المري في تضميره يأتينا بهذه الانطلاقة تاسع مراكزنا يأتينا شاهين شاهين على المركز التاسع هنا من هجن ند الشبه مع سالم بن سعيد في تضميره عاشر مراكزنا سلهود المنطلق لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المضمر طارش بن مبارك بالقوباع ممر الشرق الأوسط من يتابعه على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وثاني ندى ثاني ندى لمراكزنا العشرة الأولى لنتابعها هنا بهذه الأسماء المندفعة هذه الأسماء الباحثة عن الفوز والباحثة عن الناموس لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة
إلى المقدمة وإلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة وعلى المقدمة من قبل شاهين. من غير على الصدارة شاهين، من غير على الصدارة هنا هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني ويأتينا هناك مجد من الجانب الآخر، يأتينا ثانيا مع حفيد قلب الأمة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمتابعة هنا أيضا المحترف يمعى بن عتيج الرميثي، وعلى المركز الثالث يأتينا هنا هذا الانطلاق وبهذا الأداء هنا وانطلاقة هملول، هنا هجن الرئاسة بقيادة المضمر هنا أيضا، وفي تدريب هنا أيضا علي بن ميل لهيبي الظافر، من يأتي بهذا الانطلاق وهذا الأداء. المركز الرابع يأتينا شاهين، على المركز الرابع شاهين، في المركز الرابع بن هجن سيح السلام بمتابعة بو محمد مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، من يتابع على المركز الرابع والمركز الخامس شاهين، هجن العاصفة مع غياث الهلالي المنطلق خامسا وسادس المراكز، كذلك شاهين هجن العاصفة وكذلك غياث الهلالي في المتابعة والتضمير. أما على المركز السابع فيأتينا هنا الحذر القادم من المملكة العربية السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن فهد آل سعود، هنا من يقدم في هذه اللحظات مايد بن محمد بن حلفان المري، يا ما صار وجال هذا الشعار على أسماء عديدة أيضا بعناها متابعة متميزة. نتابع هنا الانطلاق، نتابع سلهود المنطلق والقادم على المركز الثامن للانطلاق لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبة، من يتابع بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل. وصلت هجن ند الشبا هنا شاهين القادم، الأداء الجميل هنا أيضا بانطلاقة متميزة من ند الشبا بقيادة سالم بن سعيد القادم، وينضم إلى ركب المقدمة وإلى ركب المنافسة هنا عاشر مراكزنا. أرى القدوم من شاهين هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المتسلل من الجانب الآخر، هذه هي نتيجتنا ونداءنا الثالث لمراكزنا العشرة الأولى مع منتصف مع لوحة الثلاثة كيلو مترات والمنعطف الأخير لهذا المضمار الذي نتابعه. لنا عودة مشاهدين الكرام إلى صدارة هذا الشوط، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى المقدمة في هذا الاندفاع. وهملو هنا شاهين المندفع بالصدارة مندفعا بالمقدمة وبالمركز الأول صدارة هذا الشوط، شاهين هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يتابع على المركز الثاني. يأتينا من الجانب الآخر مجد القادم من المختبر وإنتاج المختبر الفاخر أيضا هنا ذا الانطلاق، مجد لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمتابعة المحترف هنا جمعة بن عتيج الرميثي، من يتابع على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتينا هنا هملول هجن الرئاسة المنطلق على ثالث المراكز مع أيضا علي بن يمي اللهيبي في التضمير، والقادم هنا شاهين وشاهين قادمات، شواهين العاصفة بعد الخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية بدأ الزحف على المقدمة، هنا يأتي شاهين وشاهين هجن العاصفة مع غياث الهلال في التضمير. أرى سلهود خامسا، سلهود
الرياضي خامسا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبة في تضمير. الله لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذا الشعار حصد نقطة متميزة أيضا مع أيضا معيد، وهنا يأتينا بمجد بهذه الانطلاقة هنا وهذا التحدي. هو مجد على الصدارة على المقدمة هنا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان حفيد قلب الأمة، يتقدم بهذا الانطلاق مع أيضا مجد وبقيادة المحترف يمعى بن عتيج الرميفي. مجد القادم من المختبر هنا ينطلق على الصدارة بدون أي أوامر، أداء تلقائي، عرض رائع وجميل هنا بعد الكيلو متر الأخير الذي غادرناه. يأتي شاهين على المركز الثاني، هجن العاصفة مع غياث الهلالي المركز الثالث، المركز الثالث مع المجازف هنا. يأتي شاهين هجن الرئاسة، حمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدمه على المركز الثالث والمركز الرابع. يأتي شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. الله الله، بدأت التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط. هنا التغيير الذي طرى وجرى في هذه اللحظات على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هو الصدارة. هنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من انطلق بصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي على المركز الثاني هنا بهذه الانطلاقة. هنا شاهين هجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بدأ يتسلل إلى الصدارة، بدأ يتسلل إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز المميز لشاهين. شكرا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الثاني أتانا شاهين، والمركز الثالث كذلك شاهين. هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام مجد ثم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد أنهيان. المركز الخامس أتانا هنا أيضا شاهين هجن الرئاسة. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى. لنا عودة إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 54 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. هنا من سجل أيضا شاهين هجن الرئاسة بمتابعة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون. 12 دقيقة 57 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية، توقيت شاهين هجن الرئاسة هجن العاصفة عفوا مع غياث الهلالي. ثالثا كذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي أيضا أتانا ب 13 دقيقة وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.